طب عايزين ننتقل لنقطة تانية يا دكتور، مدينة اتفضل. الدواء ايه دورها؟ هل متوقع ان احنا نصدر يعني مشروع قومي؟ ربما سيادة الرئيس يعني ألمح ليه اكتر من مرة وفي يعني انباء كتير عنه، واعتقد ان هو يعني الامل، الناس كلها بتتكلم في الصناعة واحنا كمان متقدمين جدا في صناعة الدواء. هل مدينة الدواء دي ممكن تعمل طفرة طبية ويبقى اسم مصر يعني في المنطقة او في العالم مرتبط بهذه الصناعة؟ طبعا حضرتك قلت نقطة مهمة. يعني شركات الدواء في مصر او مصانع الدواء مهما كان جهة تبعيتها، احنا عندنا مصانع مصرية 100% استثمار حكومي، عندنا مصانع خاصة، عندنا مصانع لشركات متعددة الجنسية موجودة في مصر. صحيح. وفي طبعا عندنا هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة والجامعات كلها بتساهم في دعم هذه المؤسسات. أكبر يعني دليل على فائدة هذه الشركات هو ما قدمته أثناء أزمة كورونا. إحنا جينا أستاذ مصطفى في مرحلة من المراحل في كانت العالم بدأ يقفل شوية، وكانت سلسلة الإمدادات تأثرت. هذه الشركات أو هذه المنتجات الدوائية ساهمت مساهمة شديدة جدا في توفير كل أنواع الأدوية اللي إحنا احتجناها في علاج حالات كورونا، سواء الحالات البسيطة أو المتوسطة أو الشديدة. مدينة الدواء مدينة رائعة ومدينة دواء لمصر والعالم. وسيادة الرئيس ما أعرفش حضرتك تفتكروا افتتح هذه المدينة. صحيح. وبدأت إنتاجها فعلا ومنتجاتها نزلت فعلا. إنما المدينة دي ليها أهداف أخرى مهمة جدا. مهمة لمصر، مهمة لأفريقيا أو الشرق الأوسط، مهمة للعالم كله. بدأت المدينة والسيد رئيس كان وجه بهذا، وبدأنا فعلا في هذا النشاط تتوافق مع مؤسسات عالمية لإنتاج أدوية حديثة جدا اللي بتعتمد على التكنولوجيا الحيوية. وبدأنا نفكر في إنتاج بعض المواد الخام الدوائية، إنتاج أدوية الأورام. بدأت تنتج فعلا المحاليل الطبية اللي المرضى بيحتاجوها. كل دي حاجات مهمة جدا وبدأ التوافق فيها. بدأنا أو المدينة بدأت في يعني، وأنا متابع جدا في هذه القضية وسيادة الرئيس واجه بهذا، إن احنا نتوافق مع شركات عالمية عملاقة عشان ننتج بعض الأدوية اللي احنا بنسميها أدوية نادرة أو الأدوية يعني عالية التقنية. هتبقى سند قوي لمصر في كل الظروف، هتوفر استيراد، هتعمل امان دوائي. وايضا احنا عندنا من 5-7 يونيو ان شاء الله في مؤتمر مع الدول الافريقيه دوائي وتجهيزي، عشان يعني في نوع من التكامل مع افريقيا، لان وجود سوق لهذه الشركات او المنتجات في منتهى الاهميه، واحنا اولى كمان. بالظبط كده، بالظبط. ده جزء الامان. يعني حتى في الاول سيادة الرئيس قال مش هنعمل ارتباط قوي بما يسمى الكوست بنفيت، يعني انت بتكلف قد ايه وافروض تبيع قد ايه، لان في قضيه الدواء يا استاذ مصطفى واستاذ قدير، انت بتنتج قد ايه وانت محتاج قد ايه. صحيح. والجزء المالي للتكلفه يحتاج انك تصدق قد ايه. فالفكر هنا فكر استراتيجي عالي جدا بيحقق امان محلي، امان افريقي، امان شرق اوسطي، وايضا عالمي. عايز اسال حضرتك كمان يا فندم عن مشروع تصنيع مشتقات البلازما، بلازما الدم، وصل لايه؟ وصل لمراحل مهمه جدا. انا بس عايز اقول لكم شوفوا قد ايه البلد بتسعى في جميع الاتجاهات وفي جميع الاوجه للمصلحه المحليه، لتدعيم الصناعه المصريه، لتدعيم الامن في مختلف المجالات بما فيها الامن الدوائي والصحي. مشروع تجميع البلازما وصناعه المشتقات المستخرجه منها، وهي مشتقات عاليه الاهميه لبعض حالات المرضى، توفرها في منتهى الاهميه، امراض خطيره. صحيح. جدا. وكنا بنستوردها مش بالملايين، بالمليارات. حضرتك المشروع في حاله تقدم كبير جدا، تم الاتفاق والتوافق فعلا مع احدى الشركات العالميه العملاقه. المصنع بيتعمل خلاص، بيتعمل يعني بدا البنى فعلا. مراكز تجميع البلازما اتعمل جزء منها وخلص وبدا يجمع، وفي مراكز اخرى.
وان شاء الله نسعد يعني قريبا اعتقد خلال هذا العام ان شاء الله بورود اول تصنيع لمنتجات عالية الجودة معتمدة عالميا لمشتقات البلازما في مصر. يعني المشروع فعلا بيشتغل.